لكن الحقيقة عندي مجموعة من الملاحظات أرجو يعني أن يكون في سعة صدر لقبولها. طبعا احنا شفنا سيادة اللواء كامل الوزيري بيشرح كل يعني المشروعات المتقدمة الموجودة، والحقيقة أنه كفاءة. احنا شفنا مشروعات أخرى بتنفذ وبعد 4 أشهر نلاقي ان الكوبري بايظ او الكوبري، حتى الرئيس اتكلم على هذا الموضوع، ان الكوبري بايظ ولا الكوبري وقع ولا كذا. عندنا مشكلة في الدولة، عندنا مشكلة في مؤسسات الدولة. لكن انا حسيت انه سيادة اللواء كامل الوزيري يجب ان يكون مكان رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء مع احترامي ليه مهندس الشريف اسماعيل لا مكان له في المكان. عفوا انا بعتذر، ولكن الشغل اللي بيتعمل ده على الارض ده شغل رئيس وزراء، ده شغل حكومه ورئيس وزراء، وليس عمل لجزء من قطاع في القوات المسلحه. مره اخرى احنا بنتقل على القوات المسلحه بزياده، احنا بنطلب منهم يحاربوا الارهاب ويعمروا لنا البلد. والحقيقه ان ده مش المفروض يكون الحال. المفروض ان يكون الحال ان عندك مؤسسات دوله، عندك قطاع عام، عندك قطاع خاص، هو ده اللي يقوم بكل المشروعات واكثر من مشروعات. لكن مع انهيار قطاع الاعمال العام، مع فشل اجهزه الدوله، لا يجد الرئيس الا الذراع الوحيد الموثوق فيه هو قطاع الخدمه العامه التابع للقوات المسلحه. هل ده حل؟ هو حل مؤقت. هو حل مؤقت. هذا الحل المؤقت ممكن ان هو يساعدنا في فتره من الفترات اللي لسه مؤسسات الدوله فيها مشاكل، اللي لسه الوزراء خايفين ان هم يسندوا مشروعات القطاع الخاص، اللي لسه المناقصات والمزايدات بتاخد وقت طويل جدا علشان تتعمل، اللي النتيجه بتبقى فيها كوبري زي اللي احنا شفناه ده منهار، وبالتالي الرجل لا يثق الا في القوات المسلحه انها تعمل الحاجه في وقت ممتاز بسعر ممتاز، بتشغل القطاع الخاص من الباطن، وايضا بتستلم صح. احنا عندنا مشكله استلام، ان احنا نيجي نستلم من المقاول في فساد. يعني احنا مثلا ترميم المحور وترميم واصلاح الدائري عملناه قد ايه؟ صرفنا عليهم قد ايه؟ ملايين، مئات الملايين، ومع ذلك لسه نفس المصايب موجوده ولسه نفس المشاكل موجوده. ليه؟ لان في فساد في اللي بيستلم من الحكومه، من المقاول، القطاع الخاص. في حاجه في المنظومه غلط، ولما يبقى في حاجه في المنظومه غلط قال لك اللجوء للقوات المسلحه. مره اخرى هذا حل، ولكن يجب ان يكون حل مؤقت، لا يمكن ان الحل ده يستمر. ليه؟ لان احنا محتاجين نشغل القطاع الخاص، ومحتاجين ندي رساله للمستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي أنه أنا كدولة ممثلة في القوات المسلحة مش داخلة نفسك، لا، أنا بقول بفسح لك المجال، ولكن عليك أن تلتزم بالشروط والمواصفات والانضباط والأوقات. مرة أخرى أنا مش معترضة على وجود القوات المسلحة وجهاز الخدمة المدنية، بالعكس بشوف شيء رائع، ولكن أنا لازم أفسح المجال للقطاع الخاص، ولازم كمان أفسح المجال لتطور المؤسسات الدولة. ما أنا كده بقول إن هي في مؤسسة واحدة في الدولة هي اللي بتشتغل، وباقي مؤسسات الدولة وزراء كلهم يبقوا قاعدين كده، سيد رئيس الوزراء قاعد ضيف شرف وخلاص. وأنا مش عارفة هل كان رئيس الوزراء عارف عن كل هذه المشروعات. أنا شعرت مع احترامي ليه ولشخصه الكريم إن هو ضيف شرف لا علاقة له باللي بيتفتح، طلع قال كلمة لطيفة لكن لا علاقة له باللي بيتفتح. ده ملاحظة. ملاحظتي انه السيد اللواء كامل الوزيري بصراحه يجي رئيس وزراء والموضوع يبقى كده اسهل كتير. تاني ملاحظه هو ان احنا بنعمل مشروعات، وده شيء رائع برضه وهيسهل حياه الناس في حاجات كتيره. المشروعات دي فيها شقين، واحد التمويل، اتنين هي فين السياسه؟ نتكلم عن التمويل. التمويل من الواضح ان كل ما نقوم به حاليا هو تمويلنا احنا. احنا اللي بنمول، احنا كدولة، هنا بتكلم احنا كدولة، احنا اللي بنمول. والرئيس قال النهاردة هنقدر نمول كل ده ازاي؟ هنقدر احنا محتاجين محطات مياه للتحلية بأضعاف الأرقام دي، وأنا سعيدة إن الرئيس مهتم بمحطات تحلية المياه، لأنه من الواضح إن عنده وجهة نظر بعيدة وشايف إن قد تكون هناك أزمة في موضوع المياه، وبالتالي علينا أن نركز في هذا الإطار. ده تفكير بعيد المدى محترم. لكن أنا كدولة هقدر أمول إزاي؟
انا عماله كدوله اخد قروض، بنك دولي، تنميه افريقي، قروض متنوعه، باخد قروض من السعوديه للنفط. على فكره الرقم الذي يعلن عن القروض الخارجيه ليس هو الرقم الحقيقي. الرقم خلونا بقى نحط عليه ونضيف عليه القروض على الهيئات زي هيئات البترول وهيئات الكهرباء والاسكان وكل القروض التانيه، ما هي دي قروض برضو، صحيح هتسدد على فتره سماح، صحيح هتسدد بفوائد منخفضه، صحيح هتسدد على سنوات طويله، ولكنها قروض. فلما نيجي نحسب الدين الخارجي يا جماعه نحسبه متكامل، ما نحسبهوش ال 46 47 مليار بس، لا انا اشوف بقى الدين اللي على الكهرباء كام، واشوف الدين اللي على البترول كام، واشوف الدين اللي على الاسكان كام، واشوف الدين اللي على كل الهيئات كام. هي دي الحقيقه وهو ده الواقع. فواحد التمويل، هو انا ليه مصره ان انا افضل امول كل المشروعات انا كدوله؟ طب ليه ما يدخلش معايا القطاع الخاص شريك هو يمول، وبعدين يبقى الطريق يستفيد هو من الطريق بعد كده وياخد هو فلوسه بعد كده من الطريق؟ ده العالم كله بيعمل كده، انا ما بخترعش العجله. ليه مصره ان انا ادفع، هجيب منين الدولارات؟ ما في جزء من ده زي الكهرباء مثلا بموله دولاري، هجيبه منين؟ هيطبع منين محافظ البنك المركزي، هيجيب منين؟ فبالتالي انا مصره ان انا كدوله من الموازنه المحدوده واقترض علشان انفذ مشروعات. وكان القطاع الخاص ده عدو في العالم كله، القطاع الخاص ياتي شريك. طب ما انا عملت ده في الكهرباء، انا ليه مصر ان انا ما اعملهاش لا في الطرق ولا في مياه الشرب ولا في الاسكان؟ ما بعملش في ده خالص. طب في الاسكان ممكن يكون عندي قلق انه القطاع الخاص بيرفع الاسعار شويه، طب ما انا ممكن اعمل جزء كده وجزء كده، لكن انا كدوله هفضل استحمل ده قد ايه؟ تاني شيء فيما يتعلق بالسياسه، احنا بنشوف مشروعات بتتفتح والمشروعات دي مهمه والمشروعات دي اساسيه، لكن على الجانب الآخر أنا محتاجة أشوف إطار كامل للسياسة الاقتصادية. وهذا ما ننتظره من السيد رئيس الوزراء. لو بنتكلم إن السيد رئيس الوزراء النهاردة كان ضيف شرف، فأنا أنتظر من رئيس الوزراء أن يكون لاعب رئيسي لما يعلن برنامجه قدام البرلمان. أنا عايزة أشوفه بقى لاعب رئيسي، مش عايزة أشوفه ضيف شرف، مش عايزة يطلع يقول لي هفتح 70 طريق وافتح 15 مدرسة ولا 15,000 مدرسة وسبع مستشفيات، لا أنا عايزاه يضع لي الإطار السياسي للرؤية الاقتصادية لهذا البلد ولهذه الحكومة. أنت واخدنا فين؟ سياستك الاقتصادية إيه؟ سياستك الاقتصادية تعتمد على القطاع العام ولا تعتمد على القطاع الخاص ولا في بينهم مشاركة؟ سياستك الاقتصادية تعتمد على الاقتراع والاقتراض ولا تعتمد على أنك أنت تحرك الاستثمار؟ سياستك الاقتصادية واخدنا فين؟ على أنك أنت تقدر تبيع بنوك ولا خايف من الرأي العام؟ سياستك الاقتصادية إيه؟ أنا مش عارفة حتى هذه اللحظة، وكل الناس المهتمة بالاقتصاد، أنت سياستك الاقتصادية إيه؟ أتمنى إنه السيد رئيس الوزراء ينتقل دوره من مجرد ضيف شرف مرافق للسيد الرئيس في افتتاح المشروعات، بيتفرج على القوات المسلحة بتفتتح مشروعات، للاعب رئيسي في هذه القضية. أنا بشوفه الحقيقة، أولاً الرئيس بيقابل وزراء بدون رئيس الوزراء، فده معناه إن رئيس الوزراء يعني مش مؤثر بالشكل الكبير، وبحس إن هو دوره مش اساسي. بعتذر وبحترم السيد شريف اسماعيل جدا، لكن انا بتكلم على مؤسسات يا جماعه، وبتكلم على شخصيات ومؤسسات وعمل مؤسسي يجب ان يكون. دي ثلاث ملاحظات. السيد اللواء كامل وزيري رئيس وزراء، بصراحه تعديل وزاري جاي يجي هو رئيس وزراء، الراجل ينفذ يفكر عارف بيعمل ايه، بدل ما احنا طب احنا عشان فكره ما نجيبش رئيس وزراء من الجيش، لا ده اسهل بقى جدا، بدل ما اجيب حد مدني ما عاملينه يعني الحقيقة ضيف شرف، والأساس في مكان واحد. اتنين، علينا أن نفكر حدود عمل القوات المسلحة والخدمة المدنية، وأنا شايفة أن احنا بنلقي عليهم أعباء عظيمة، أنا سعيدة باللي هم بيعملوه، شايفة أن هو أفضل كفاءة. لازم نعرف هو ليه المؤسسات التانية ما فيهاش كفاءة، لازم نحرك مؤسسات الدولة التانية نصلحها، مش أن احنا خلاص نقرر أن احنا هنشتغل مع دول والتانيين خلاص يموتوا بقى. ثلاثة، دور القطاع الخاص والتمويل. أربعة، أنتظر من السيد رئيس الوزراء أن ينتقل دوره إلى فاعل حقيقي ويعرض لنا سياسات حقيقية تنموية في الفترة المقبلة.